عليكم ورحمة الله، كديرين لبس عليكم. كنتمنى أنكم تكونوا كلكم في صحة جيدة وفي أمان الله، ومرحبا بكم مرة أخرى في عالم نواني الوصفات. وكنبداو بالصلاة على رسول الله، اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الطاجين بالقوقوج البنة اللي هو تيبقى تقليدي، وطاجين اللي تيبغيو بزاف بزاف ديال الناس، والأكثر هي ديال الناس اللي تيبغيو. اليوم غادي نحضروا معكم إن شاء الله، قلت نوجدوا أنا وياكم. غادي نحتاجوا لي ان شاء الله، عندنا البصله، عندنا البصله، عندنا الخضاريه، وعندنا هذه المكركبه، عندنا مطيشه وحده، عندنا زيت العود، وعندنا جلبانه، عندنا القزبر ومعدنوس مقطعين، عندنا بطاطا، وعندنا القوق. ها هو نقيته ودهنته بالحامض باش ما يتاكسدش لينا يولي لينا كحل. وعندنا بطبيعه الحال الحيمات، اللي بغى يديروا بالدجاج ولا اللي بغى يديروا باللحم تيبقى اختياري. غادي نبداو على بركه الله. بطبيعه الحال العطريه هنا غادي كلشي غادي نديرو ان شاء الله قدامكم. عندنا العطريه، غادي نبداو اول حاجه، حيت باش نزيدكم فكره على ان الطاجين راه ما تيتقلاش. بسم الله، غادي ندير فيه نص كاس ديال الماء تقريبا. ها هو، غادي نفرش فيه بصيله. هاد البصيله المكركب، هاد الكركوبه هكا كنحتاجوها غير على حساب التفريشه، غير على حساب باش نفرشوها لتحت. حضروا راه زوين وساهل، وراه غندير لكم واحد السر باش دغيا يطيب الطاجين، حيت كاينه اللي تتعكس كتقول لك ما كيطيبش ليا دغيا. هاد الطاجين راه بسرعه كنديروا مطيشه هكا حتى هي دواور. غير وحيده فوق هاد البصله باش ما يلصقوش لينا الحيمات لتحت هكا بجلودها. كناخذوا الحيمه هي الاولى، كنشرملوها في شي طاسه. انا غادي نجيبها نشرملها قدامكم. اول حاجه غادي ناخذ البزار، غادي ندير البزار. المهم غادي نخدم غير بيدي باش نشرمل الحيمات. غادي نجيب هنا قدامكم باش تشوفوا، ها هو كندير البزار، كندير الخرقوم عك بالكثره، حيت ما غنديرش الخرقوم الاخر. هذا الطاجين غنطيبو بوحدو بالخرقوم العك وبزويت هاد العود. غندير سكينجبير، تشرملنا الحيمات مزيان صافي. وغندير زويته العود غير شويه، والشي الاخر غادي نزيدو هكا في الطاجين. غندير قزبر ومعدنوس، وهاد الشويه اللي بقى غادي ندردرو من فوق الطاجين. ها نتوما معايا حتى تشوفوا. طبيعه الحال الملحه على حسب الذوق كتبقى. صافي، وكنشرملوا هاد العناصر كلها بواحد شويه ديال الماء. صافي، وكنشرمل فيها هاد الحيمه غير هكا هي تتت. في الاخر غادي نخوي فوق منها هاد العطيريه. صافي، هي الحيمه شرملتها هكا، غنحطها في الطاجين. انا كنشرمل وانا كنحط، كنتمنى ان كلشي يكون واضح قدامكم. هانتوما كيما كتشوفوا راه كيجي ساهل وسريع الطاجين. راه ممكن انكم توجدوه بسرعه بسرعه، راه ما تعكزوش على الطاجين. وطياب الطاجين كيما كنعرفوا راه شي حاجه لي صحيه، ومبقينو لينا مستغنيين عليها بسرعه بسرعه. الكوكوط كتقول اللهم الكوكوط باش تسربي دغيا، ولكن هاد الطاجين هاد السر اللي غنقول لكم راه بسرعه كيطيب، راه بحال رديتي الكوكوط. هانتوما كنشرملو الحيمه كامله. صافي، وكنحطوها في الطاجين هكا كنستفوها.
زيت فيها. كنخليو هذاك الشيء اللي شاط لينا في التبصيل، وغادي ناخذ القوق غادي ناخذ القوق غادي نستفو فوق اللحم هكا، غادي نقاد اللحم بحال هكا، وغادي ناخذ القوقات وغادي نستفهم فوق اللحم باش يجينا واقف هكا. ناخذ هذه الكبيره نخليها هنا الوسط صافي، وهادو غنديرهم هنا، وهذه غادي نديرها حتى هي هنا معاهم، كنديرها الوسط حتى هي باش غادي ندير في وسط منها جلبانه في هاد القوقات. غادي نوقف هاد الشيء بالبطاطا وعاد غادي نرجع ندير جلبانه. هانتوما غادي ندير ندوج لي هكا البطيطه مع الجناب، كنقطعوها غير هكا على يعني شكل دوائر طوليه. هانتوما بلا ما غنديروا لا ما لا والو، دابا هاو صافي كنقطعوا البطيطه كلها. هي راه ممكن ديروا غير القوق وجلبانه، ولكن ضروري كنحتاجوا بطيطه مع الوليدات كيبغاو لينا البطاطا. غادي نضوبل هنا باش ما يجينيش طايح، باش كتجينا الفورمه ديال الطاجين مقاده. صافي هكا غادي نزيد واحد البطيطه هنا، هادشي راه كله كيطيب بسرعه بسرعه بحال رديتيه في الكوكوط. علاش لا ما نديروش طويجنات هكا حنا وليداتنا، راه كيجيو زوينين. كنتمنى انه يكون واضح قدامكم. صافي وغادي ندير جليبينه هكا، جلبانه هاهي راه مفركه ومكونجلي، غادي ندير هكا في وسط القوق. كندير جليبينات هكا في وسط القوق، وما تبقى غادي نلوحو مع الجناب غير باش يبقى لينا داك المنظر زوين وسط القوق هكا. هادي حتى هي غادي نصاوبها باش ندير فص منها. صافي كيجيونا دوك الجليبينات زوينين وسط القوقه، ومن بعد رانا غادي ندير في الوسط ديال في الجناب ديال الطاجين عفوا. هي راه جلبانه وقتها هذا، علاش ما نستغلوهاش. صافي كناخذ هاد البصيله هكايا كنقطعها، وغادي نزوق بها الطاجين من هنا. واخا تخليوها غليظه راه تطيب. كتعجبني هاد البصله كتعطي الحلاوه في الطاجين، كتجي زوينه. غير ديروها حتى هي مع الجليبينه راه كتجي النسمه ديالها واعره زوينه فنه لذيذه. صافي نقدر ندير شي وحيده هكا من الفوق، ولا نديرها غير هنا مع الجناب. راه هادشي كله غيدوب، ما غيبقاش الطاجين بحال هكا. صافي وغندير بطبيعه الحال الزويته بلديه ها هي. صافي وغادي نزيد شويه ديال الماء في هاد العطاريه اللي شارط لينا من اللحم ها هي، وكنكبوها هكا غير في الوسط. صافي صافي وكناخدو هكا الحامض، انا خديت حامض بلدي ها هو، كندير هكا الوسط. ولا عندنا شي فليفله حاره راه حنا كنديروها، وما تجلبينات شاطو لينا قلت ما فيها بس الا زدناهم. صافي واش كندير دابا باش هاد الطاجين كله غادي يطيب لينا في البخار، في البخار ديال الخضره ديالو اللي فيه، غادي نعطيه ساعه ديال ما كانوا غادي يطيب لينا الطاجين ان شاء الله. غادي ناخذ هاد البلاستيكه هكا تكون نقيه، كنقطعها هكا بلاستيك ديال اللحم كنقطعها بحال هكا. غادي ناخذ سمحوا لي عفوا، غادي ناخذ هذا الربيع اللي شاط لينا وغادي ندردرو حتى هو هكا مع الجناب. صافي هذا راه طاجين
ديال الشلوح يعني بالزيت العود وبالسكينجبير وب ما في لا خرقوم ديال الباكيه لا والو غير بالخرقوم عرق. كنسقطرو هاد الكويس ديال الزيت العود نيت وكندير ليه هاد البلاستيكه صافي وتنغطي هاد الطاجين ديالي وكنردو فوق الفاخر. اللي بغى يردو فوق الفاخر راه كيردو واللي بغى يديرو فوق البوطه راه كيدير ديك الحديده اللي تتكون تتحط فوق البوطه باش ما تيلصقش لينا الطاجين من التحت. وكنجمعو بطبيعه الحال هاد البلاستيك باش ما يمشيش لي من العافيه صافي. وكنديرو فوق البوطه او فوق الفاخر نتوما عندكم الاختيار وما تتجهدوش عليه. البوطه تتخليوها مويان هكا وسط في الوسط ديالها تتخليوه يطيب ساعد المكانه ما تتحلو عليه ما والو. الا بغيتو مره مره تحلو عليه باش تشوفوا تخافوا من البلول ولا هذا صافي كتحلو. ما انا راه كيطيب ليا في بلولو يعني ما تيتروى ما والو. هذا البلول اللي شفتو راه غادي يطيب في الطاجين ومن بعد غادي نتلاقاو ان شاء الله. غادي نقدر من يقرب يطيب غادي نزيد فيه واحد الفليفله حاره من الفوق ومن بعد غادي نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الطاجين ان شاء الله. ها هو الطاجين ديالنا من بعد ما قرب يوجد بغيت نوريه لكم هو باقي كيطيب غنوريكم حيت ما عنديش كي ندير ايد وحده. المهم ها هو بقى لي غير شويه. شوف البلول اللي كيطلق راه هو اصلا تيطلق مع ديك الزويته البلديه واصلا كيطلق البلول زائد البلاستيكه راه هي هي كتزمت عليه باش كيطلق البلول. المهم بعد ما غيوجد انا غادي نعاود نتلاقى بكم باش نوريكم الشكل النهائي. هو الطاجين ديالنا من بعد ما طاب يلاه حيدته من فوق الفاخر. واللي بغى يطيبو كيف ما قلنا فوق البوطه راه كيطيبو. ها هو باقي كيتبخ ورافقته بشويه ديال الشلاضه غير بالبصله وماط طوماط سوريز والخيار وشويه الزيتون والطون صافي. هو هذا الطويجين ديالنا من بعد ما زدت عليه هاد الفليفله من الفوق. واللي بغى من يقرب يطيب يدردر عليه شويه ديال البزار راه كيجي لذيذ وكيجي رائع. ومن كنقول لكم انكم تجربوه ما تبخلوش على راسكم بالطويجنات بحال هكا راهم صحيين. كنصحكم انكم ما طيبوش بداك الطواجن الاخرين اللي كيكونوا هكا مجلجين. كنفضل هادو ديال الطين اللي كيكونوا صحيين وزوينين وكينصحوا بهم نيت تما للطواجن. وبالصحه والراحه ومرحبا بكم في العالم ديالنا اللي هو عالمنا وللوصفات. والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.